لو المريض اهمل فيها واعتمد ان هو خلاص عنده يعني ضحكته تمام شكلها حلو واسنانه لونها ابيض تمام واهمل ما فيش غسيل اسنان، ممكن ان القشره التجميليه دي تبوظ والسنان اللي بالظبط. تحتها كمان لو يحصل لها اهمل اي طبعا مشاكل. في خلال كام سنه اللثه هتلتهب جدا، والسنان اللي تحت القشره التجميليه هتسوس، يبقى هو بوظ سنانه وبوظ القشره والقشره التجميليه. التجميليه نفسها ممكن هتاخد الصبغات بتاعه المشروبات هي والالوان للاسف هي القشره التجميليه ما بتاخدش صبغات خالص، اصلا. بتفضل بيضه على طول، فده بيدي يعني حافز للعيان شويه ان هو ايه، هي انا اسناني بيضه فانا عم يعني لو ما غسلتهاش خالص هتفضل بيضه، بس اللون لوحده مش كفايه، هتفضل بيضه بس اسنانه بقى عماله تسوس لا كان في واللسه مشاكل بقى عماله صحية تلتهب بالظبط. فهو كده كده لازم اغسل سناني، يعني ما ينفع يعني هي أكيد طبعا لا غنى مفيش عنها اوبشن يعني. يخليني ما اغسلش سناني. القشره التجميليه ما بتاخدش صبغات خالص، ما بتتلونش، ومن اول ما اتعملت لو هتفضل قاعده 15 سنه هيفضل نفس ال 15 سنه على نفس درجه اللون اللي هي الفاتح جدا، على عكس التبيض. يعني احنا ممكن نعمل تبيض للاسنان نفس اسناننا، ونحط عليه جل كده معين باي ليزر نبيض الاسنان، الأسنان الاسنان دي طبيعيه بس فتحنا لونها، بس دي مع لونها الوقت بيغمق هتتصبغ بالظبط تاني. مع الوقت. القشره التجميليه الهارد سمايل لونها ما بيتغيرش خالص على مدار السنين. جميل.